وأخيرا المشجع مهدي الكرخي يطالب بتكريم الجماهير وترك أعضاء الاتحاد. هذا جمهور مالي فرحان، هذا جبته، نحن الفقراء فوزنا العراق، وراح يعيش على أكتافنا الزناقيل حفروا قوتهم. أنا بعد قلت لعدنا عند الرجال، قلت له ترى جماعة اشتروا قوتهم للكرادة، لأنه يروحون يتكرمون ويكشخون براس المشجعين، براسي وبراس علي المالكي وبراس مالك أبو اليسرى وبراس هذا الأخ أبو الجماعة حضروا القوت، راح يستلمون التكريمات والفقراء يقودون الثورات والجماعة يقبضون التكاريم أهل القوت. يستاهلون، بس أهل القوت هم راح يتكرمون، لأن الخطية تعبوا بالتشجيع وبالمدرج، وإحنا يوم 12 أول مباراة، يوم 16 ثاني مباراة، يوم 18 فاينل، يوم نهائي 20، يعني هسه كبي يعني ما داحس بين والله، وصوتي هسه يعني أول مرة صوت يصير، لأن ضغط ضغط ضغط، ويعيشون أهل القوط. مبروك أهل القوط، إن شاء الله راح يجيبون أربطة عيني كلها أبو الوردة.